إذا للوقوف عند التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان والتظاهرات المستمرة ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. أستاذ علي، مرحبا بكم. ما هي الرسالة من استمرار التظاهرات أمام المصرف المركزي؟ بمعنى آخر، يعني كيف تتجلى الانعكاسات الخطيرة لتدهور الليرة اللبنانية خاصة على الشعب اللبناني في هذا الظرف الحاد من وجهة نظركم؟ اولا كل عام وانتم بخير بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، اعاده الله على الامه العربيه والاسلاميه والعراق وفلسطين ولبنان بكل خير. التظاهرات المتجدده سيدي امام مصرف لبنان وبعض المصارف وايضا امام بعض منازل اصحاب المصارف، سببها ان وفدا من جمعيات المودعين قد التقوا بعثه صندوق النقد الدولي في بيروت، وأن هذه البعثة أبلغتهم بأن ودائعهم قد تبخرت ويلزمهم نحو 10 سنوات بعد إقرار الإصلاحات المالية وفقا لشروط صندوق النقد الدولي حتى يستعيدوها. أما المبالغ الكبرى فقد تبخرت بشكل نهائي، الأمر الذي أحدث هذه الغضبة الكبيرة والتي ضعف منها أن الصندوق في حال اتفاقه مع الحكومة اللبنانية هو غير معني بضمان هذه الودائع. وهذا القلان ينطبق حقيقة عن الحلول التي كانت تروج لها الحكومة اللبنانية، ما يعني وكأن المودعين فهموا بأن ثمة تواطؤ بين الصندوق والطبقة السياسية اللبنانية، فانفجر غضبهم ضد المصارف، ولأن أصحاب الودائع التزموا الصمت عندما كانت هذه المصارف قد أقفلت أبوابها الأسبوع الماضي، وبات لسان حال المصارف يقول إذا أقفلنا يتهموننا بالتآمر على الناس وأموالهم، وإذا فتحنا المصارف يتم الهجوم علينا ونتعرض لهجومات وتهديدات خطيرة. الأزمة سيدي مضحكة ومبكية وباتت أشبه بدوامة تحتاج لأكثر من فانوس سحري للخروج منها. طيب أستاذ، نعم. أستاذ علي، ولكن صندوق النقد الدولي يطالب بتطبيق إصلاحات سريعة، هل لدى لبنان هذه القدرة، قدرة أن يطبق إصلاحات سريعة لإنقاذ الوضع؟ لم يعد سرا سيدي بأن الحكومة اللبنانية والحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ثورة 2019 عام 2019 حتى اليوم وهم يتحدثون عن الإصلاحات، يعني نسمع جعجعة ولا نرى تحقيقا. الحكومة عاجزة عن تقديم الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي، التي كما أشرتم في تقريرهم قالت بأن لبنان على مفترق طرق خطير، والمعالجة الإصلاحية التي تجري مناقشتها بين الحكومة والبرلمان قال صندوق النقد الدولي أيضا بأنها لا تفي بشروطه أبداً، وأن بعثة الصندوق توقعت في زيارتها المقبلة أيلول القادم إلى بيروت بأن يكون لبنان أو ما تبقى من احتياطات مالية في مصرف المركزي قد تبخرت وانتهت بدورها، يعني أن يكون لبنان قد وقع في الاحتطام الكبير وقد حصل الإفلاس الكبير. أستاذ علي، نعم. إذا ما فتحنا نافذة المسؤولية، هل تتحمل النخب السياسية المسؤولية عن هذا الانهيار الاقتصادي الحاصل في لبنان؟ هل تتحمل هذه النخب وحدها هذه المسؤولية؟ وحدها لا، لكن النخب السياسية وناظمها حزب الله يتحملون المسؤولية بدون شك. المنظومة ليست محصورة كما نعلم جميعا بالطبقة السياسية الرسمية، كل المنظومة أضلاع مالية واقتصادية وأمنية تواطأت خلال المراحل الماضية، تواطأت فيما بينها حتى بلغنا واقعا مأساويا غير مسبوق، وبالتالي أي كلام عن إصلاح هو مستحيل في ظل هذه المنظومة التي تلفها التحقيقات والشبهات والفضائح المالية في لبنان وأوروبا، كما نعلم بأن القضاء الأوروبي يحقق مع حاكم مصرف لبنان ومع شخصيات مصرفية ومالية وأيضا سياسية، حتى قيل بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد فتح ملفا للتحقيق معه في 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 إمارة موناكو الفرنسية إذا صح التعبير، ولو أنها ذات حق مستقل. أيضا في ظل قضاء لبناني مترهل هو أشبه بمربعات أمنية قضائية، كل
جزء قضائي بات يتبع لمعلف سياسي اذا صح التعبير. وبالتالي يعني هناك مشكله خطيره. الخطير في الامر سيدي ان كلام بعثه الصندوق النقد الدولي والمظاهرات الغاضبه اليوم امام المصارف تزامنت مع زياره مساعده وزير الخارجيه الامريكيه باربرا ليف. باربرا ليف هي التي سبق منذ حوالي 3 أشهر أن بشرت اللبنانيين بقرب زوال الدولة وتفككها وشيوع الفقر والمرض والهجرة إلى ما هنالك. يبدو أن زيارتها اليوم هي وكأنها أتت كي تطلع إلى أي مدى وصلت هذه الوصفة التي سبق وأطلقتها من واشنطن. نعم طيب أستاذ علي، هل يرى اللبنانيون سليمان فرنجية الذي يدعمه حزب الله حاليا كرئيس يمكن أن يوحد البلاد من جديد وبالتالي ينهي الأزمة الحاصلة، تعتقد ذلك؟ سيدي اللبنانيون منقسمون بل ومنشطرون حول كل شيء. وبالتالي أيضا هم منقسمون حول سليمان الفرنجية وغيره من المرشحين، لكن الذي ينبغي التوقف عنده أن سليمان الفرنجية هو مسيحي ماروني وعروبي ينتمي لأسرة عروبية عريقة لطالما ميزت نفسها عن بقية الأطراف المسيحية منذ سبعينات القرن الماضي. وبالتالي لهذه العائلة بعدها العربي قبل ولادة حزب الله والمحاور المعروفة حاليا. بهذا المعنى أن دعم حزب الله لفرنجية طبيعي، لكن هذا لا يجعل هذا الدعم لا يجعل من فرنجية أداة يد حزب الله كما يشيع خصوم حزب الله وخصوم فرنجية معا، سيما وأن فرنجية هذا يحظى بدعم تقريبا غالبية النواب السنة، أكثر من ثلثيهم تقريبا سوف يصوتون له. بعضهم يرغب برد الصاع لسمير جعجع وبعضهم يسعى لتأديب جبران باسيل، اللذان نكلا لسعد الحريري وغيره كل لأسبابه وبأسلوبه. موقع رئاسة الجمهورية كما نعلم سيدي وكما تؤكد الوقائع التاريخية هو غالبا ما يكون نتيجة تقاطعات محلية وخارجية، وغالبا ما يكون لسوريا بحكم سلطان الجغرافيا وبغض النظر عن نظامها كلمتها في المعادلة الرئاسية. وفي هذا السياق يبدو أن حظوظ فرنجية تكبر مع بروز عودة العلاقات السعودية السورية المتناسلة لدورها من الاتفاق السعودي الإيراني، إلا إذا أراد الأمريكيون قلب الطاولة التي قلبها الاتفاق الأمريكي السعودي في المنطقة. وهذا الذي لربما وجدنا مؤشراته بالأمس في شمال شرق سوريا عندما قصفت الطائرات الأمريكية بمسألة غير مسبوقة انطلقت من العديد مواقع للميليشيات الإيرانية في سوريا. نعم. عبر تطبيق زوم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، شكرا جزيلا لكم.